ما ودي ادخل بالسياسه، بس هاليومين على طاري ما يكتب في الصحف في شويه هجوم على تصريحات بعض المسؤولين الامريكان عن الكويت وكذا، وفي هجوم من جانب بعض الكويتيين عليهم. ما ادري اسمع تعليقك. هو ما انت ما تبي تدخل بالسياسه وتدخل بالسياسه الان، دخلت بالسياسه. بس اولا السفير الامريكي قد اوضح الموضوع بان هذا لم يحصل. اثنين انا بعرف شخصيا، بعرف اللي حصل بالضبط، كل هالكلام اللي حصل مو صحيح، فلذلك على كل حال هذه وجهات نظر. نرجع لخارج السياسه طويل العمر، تحب الموسيقى؟ تسمع يعني موسيقى؟ موسيقى انا احبها. لو جبت لك طويل العمر سمفونيه حق بيتهوفن وشريط حق فن بحري بن عبشل، شو تقول لي؟ تقول لي يوسف ابي بن عبشل ولا بسمع بيتهوفن؟ ما بيتهوفن هذا ما يدخل في مخي. نعم. عبشل مع النهمه هذه هي حتى في سيارتي موجود. الفنون يعني البحر. بحس النهمه هذه كأن يعني غذائي. أو يا مال، أو يا مال، أو يا مال، أو يا مال، أو يا مال. سماع الأغاني طول العمر، لو جبت لك أيضا أغنية لعبد الوهاب وأغنية لأم كلثوم وأغنية لعبد الله فضالة، وين تروح أول؟ أم كلثوم يعني. هذا موضوع ترى مزاجي. صحيح. مش يعني هذا احبه وهذا ما احبه، لا، بس مزاجي. الموسيقى اللي اسمعها من ام كلثوم تختلف عن اللي اسمعها من تحرص على انك تسمع ام كلثوم؟ يعني ودك دائما كل ليله كل لا مو كل ليله ممكن. لا لا مش كل ليله. بس لما طلعت الاغاني الاخيره والله ما افهمها انا. ما افهمها ولا هي جيلي انا، ممكن حق الجيل الجديد يمكن يهضموها، بس انا ما اهضمها. فانت مع الاغاني القديمه؟ ما اي نعم. الاحفاد مساء ذكرنا طاريهم شويه، والان نتكلم عن الموسيقى. تقعد ويا احفادك لما تصير برامج، انت لك تصريح طويل العمر شهير ان هذا برنامج ستار اكاديمي اللي صارت عليه ضجه، قلت انا قاعد اشوفه ويا احفادي. يعني تهتم ان الاحفاد لما يقعدون يطالعون برنامج ايش فيه لما يطالعوا احفادي؟ وايش فيه لما اطالع انا؟ فما عندك مانع. عندك افلام يطالعونها فيها أسوأ من ستار اكاديمي عشرات المرات. صحيح طويل العمر. كم عندك من الاحفاد طويل العمر؟ الله يخليهم ان شاء الله. والله لا تعدهم، عندهم وايد. لا اله الا الله. اصغرهم اصغر ابناء الاحفاد خلينا نقول. كايق عندنا ويانا بالطياره. كم عمر هذول العمر؟ سنتين، هذا سنتين وشوي. بنت شيخ سلوى الله يرحمها. بنت. اي نعم. لو دقت عليك تلفون، شو اسمها طويل العمر؟ الصغيرة. سلوى. سلوى الصغيرة. لو اتصلت فيك سلوى. ما تتصل فيني صغيرة. اتصلت فيك حصة أمها. قالت لك بابا سلوى تبي الحين، قالت ابي بابا صباح وانت بالشغل وانت تحبها، شعورك داخل ودك تروح تكمل شغل؟ يا امها اخذيها. اول ما ترجع البيت طويل العمر من مشاغلك ودوامك، ودك تشوفهم قدامك يعني، ولا بالصدفه؟ اللي والله بالصدفه، يعني ما علينا ساكنين وياي. اي قلت ما ترى يقون وياك يروحون المدرسه يتغدون وياك، يعني تحرص عليهم تعالوا اليوم نتغدى؟ ما اولا الغدا ما غدا ببيتي الا يوم السبت. يوم السبت عندي كثير من الناس مفتوح غداي. نعم. يجون كثير من الناس تغدى. ما ادري انت ما جيتني ولا يوم تغدى. طول العمر اذا تعزمني اي طلع. احد في مجلس وزراء. الاثنين اتغدى ببيت الوالده. نعم. البنات اختي كلهم. الثلاثة مجلس أمه ولا في غدا. نعم. أتغدى لحالنا. الأربعاء أنا ما أداوم. نعم. أغلب أربعاء ما أداوم. يجيبون الأوراق في البيت
واطلع من طول العمر مقولة ما عز من الولد الا ولد الولد. هذه والله ما حش فيها. تعز ولدك مثل ولد ولدك مثل ولد حفيدتك. اي هي حكمة طويل العمر دائما مقتنع فيها وترددها، أو بيت شعر تقول هذا البيت يعني مكانه سليم؟ والله ليس عندي ما أقول إلا أقول يا ليت الشباب يعود يوما. وكمل الباقي أنت. أخبره بما فعل المسيح. وكمل حكمة مثل تقي شر من أحسنت إليه. شايفها دائما لازم الواحد يصير حذر. أنت أبو السياسة صير حذر من اللي أحسن إليه. هل شايفها مناسبة؟ أنا ما هي مناسبة، أنا هذه أحس فيها وتألم منها. يعني تحسن إلى ناس و... للأسف إنما ما أقولها. طال عمرك هاي صارت فينا بالكويت، أحسننا إلى جارنا وجانا شر. هذا جار، هذا بلد، لكن تحكي عن مجتمع دخلها داخل البلد، عن مجتمع. فمقتنع بهالحكمة طويلة. مقتنع. إنزين، متى الشيخ صباح يتساهل ومتى يتشدد؟ متى أمور تقول يلا نمشيها، ومتى أمور تقول يستحيل؟ شنو الأمور اللي ما عندك فيها إلا الحسم؟ والله كل شيء له ظروفه، ما أقدر أقول لك شنو. نعم. لكن كل شيء له ظروفه. المهم في الموضوع عندي بأن القانون يجب أن يطبق، وهذا اللي قد يكون يصير عندي. أنا أطلب منها، لكن اللي يعلمني بأن أنا أوصي بهذا الموضوع وأجد بأن ليس هناك من يطبقه بالضبط. نعم. في تساهل كثير. نعم. لذلك مع الوقت هيطبق القانون. إذا الحزم عندك طول العمر في تطبيق القانون. بس. التساهل يعني أمس قرينا، أول أمس قرينا أن الحكومة طبعاً برئاسة سموك مصرة على إسقاط الفواتير 1000، جينا لقينا القرار 2000. أنا ما كنت موجود. أي. فقلت تساهل. فكلموني بالتلفون. نعم. أولاً آخر الدورة. وأنا عارف يعني هذا موضوع شعبي. نعم. وحتى ضرره مش ضرر كثير عليه، لأني مش حقدر أحصله. نعم. فقلت لهم أعطوهم 1500. نعم. يمكن يعني نكون من الأسف صارت لخبطة. نعم. بعدين جو كلموني بالتلفون، وإذا كلهم النواب متفقين مع الحكومة سووها 2000، وكلنا نصوت بالإجماع وبال... أكلموني. أولاً أصريت، وبعدين وجدت أن الأكثرية يريدوا شغل. وأهل الكويت يستاهلون؟ قلنا خلاص ويمشوا 1000. كان ببالك أهل الكويت أنهم يستاهلون؟ طبعاً. هذا اللي يمكن هل أساس تساهل؟ أولاً يا يوسف، أهل الكويت والله الإنسان بيعطيه معيونه يقدر يعطيه معيونه، لكن بحدود القانون. يعني الفلوس مو فلوسي أنا، فلوس أولادهم، فلوسهم هم. فلذلك يعني لا يعتقدوا بأني أنا أبخل عليهم من حلالي، مو حلالي. يجيني يطلب مني أنا أعطيه لي، والله لو عيوني أعطيه إياه. بس لازم يفكر في مستقبل أولاده، مستقبل أحفاده. هذا اللي قد يكون يأخذوا علينا بأن الشعبي كلنا نحب الشعب، لكن خلنا يعني ما في شعب إلا شعبنا نحن في الكويت، شعوب العالم كله. يعني نحن لا ضريبة، الإنسان الأم من تحمل تعطى في الطب، تولد الحليب ببلاش. مدعوم. يا